السلام عليكم، معكم هشام الادريسي، كنسكن في تيساف وطاط الحاج. دابا كنتواجد في واحد المهرجان في ميسور. هاد المهنه هادي كان كيديرها الوالد ديالي الله يرحمه، من بعد شديتها انا وخويا اللي كبر مني، هو دابا ما كيتواجدش معنا. وكنتابعوا هاد المواسم، كنتبعوا المهرجانات فين ما كانوا، وكاين شي سلعه كنخدموها بيدينا، كاين شي سلعه خلاص كنستوردوها من فاس ومن مناطق اخرى، بحال هاد السروجه وهادشي اللي قدامكم وهادشي اللي كاين. اللهم لك الحمد. المهم الدعوه مزيان وكلشي هو هذاك. كتستافدوا شي دعم من الدوله؟ لا، ما كاينش دعم من الدوله. دفعتوا الطلب ديالكم؟ ما دفعناش طلب. لا خلاص، فكرنا شويه على هاد الامور ديال السروجه. بالنسبه للمكاحل اخويا كنديروا واحد لوطوريزاسيون باش كنخدموا باش كنبيعوا، حقاش ما يمكنلكش انك تبيع بلا لوطوريزاسيون. وبالنسبه للسروجه اخويا كاين شي حوايج كنخدموهم بيدينا، وكاين شي حوايج غير كنجيبهم كنعاودوا فيهم البيع، كناخذوا فيهم واحد الثمن اللي قليل. المهم باش كنجيبوا الناس باش تستافد، كاين اللي ما عندوش امكانيات باش يمشي يسافر ويجيبهم، كنحاولوا نوفروا لهم داك الشيء كنجيبوا لهم حتى المهرجان. وهذا الشيء اللي كاين اخويا، ماشي شي كاين اللي قبل على هذه الامور اخويا على حسب بعض المناطق. كاين بعض المناطق اللي كتكشي كيكون منظم ومقاد وكيكون واحد التطور، وكاين واحد المناطق اللي كيكون فيهم تخلف شويه وكتكون الامور ما مقاداش وصافي. هذا الشيء اللي كاين. ما عندكم موسميه ولا على دور العام؟ احنا بالنسبه ديال السروجه وديال ما يتعلق بالخيل، واش على دور العام ولا بحال بالنسبه قرسيف وجده كتكون شويه الامور على تقدر تقول على دور العام، لكن شويه الراوج وكاين المدينه كبيره. اما بالنسبه بحال هكا ميسور وطاط ونواحي اخرى كتكون غير مره وصافي، من الموسم للموسم وصافي. هادشي انت كتبيع اومام طوب فارس اولا غير كتبيع هادشي؟ لا، انا غير كنبيع. انايا في نفس الوقت انا طالب، انا كنقرا، ولكني كنمارس هذه المهنه هذه من الصيف للصيف، وكاين خويا اللي كبر مني هو اللي كيكون شاد على دور العام، كيخدم على دور العام على الوالد ديالي الله يرحمه.